مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. استعرضت المؤثرة نهلة تيفي إطلالتها بالقفطان الجزائري أثناء حضورها في أحد الأعراس الجزائرية، وقد قدمت نهلة أغنية راش راش بصوتها العذب. أيوة أيوة، إيش رأيكم في اللوك؟ حبيت مكياجي، شعراتي، القفطان الجزائري. يلا let's go. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.